السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربة أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، معكم مصطفى سليماني. الله يرحم لكم الوالدين. بغينا واحد الدعوة في سبيل الله لخونا وحبيبنا هشام زريقة، المغاربة كاع كيعرفوا. بغينا واحد الدعوة، ودعوة الغريب مقبولة عند الله وأبواب السماء مفتوحة. حنا باقيين مورا شهر رمضان، سيدنا شهر رمضان. الله يرحم لكم الوالدين. واحد الدعوة جميعا لخويا هشام، الله يشافيه لوليداته، والله يبعد عليه هذا المرض، والله يوقفوا على رجليه، ونعاودوا نشوفوه ونضحكوا معاه ونضحكوا. الله يخلي ليه مويمته ووليداته. راه عنده ثلاثه الوليدات مسكين، باقين صغار، باقين فراخ صغار، ما الكبير فيه ما عندوش حتى 10 سنين. الله يرحم لكم الوالدين. الى ما واحد الدعوه دعوا كنا نهزوا يدينا للسماء ونطلبوا من ربي الله يبعد عليه هذا المرض هذا، والله يوقفوا على رجليه. وخويا هشام مصطفى سليماني راه خوك، ماشي صاحبك، وكنموت عليك، والله يبعد عليك هذا الوباء هذا. حنا خويا كنتسناو غير الطيارات يحلوا، غير يتفتحوا الحدود. اول حاجه باغي ندير انا نمشي نشوف خويا هشام، نمشي نضحك معاك ونونسك ونجي عندك، وراك عارفني انا ديما معاك. حنا ديما انت اللي كنتي كتوصيني، انا اللي غادي نولي نوصي، وراك كنموت عليك. خوك مصطفى كيموت عليك الى الابد. بسم الله وعلى بركه الله، يا رب أتوسل إليك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع الألم والسقم على صديقنا وحبيبنا هشام زريقة، وأن تشفيه من هذا المرض الخبيث، وأن تحفظه لأهله ودويه. يا رب إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير. يا رب يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك. السلام عليكم خويا هشام زريقة، الله يشافيك ويعافيك، وإن شاء الله العملية غادي تنجح وترجع للأسرة الفنية والأسرة الصغيرة والكبيرة ديالك. نحبك هشام زريقة لأنك فنان، ولأنك دائما بجانب الفنانين، واليوم الفنانة راهما معك ماديا ومعنويا. وكنشكروا المجتمع المدني وديال المحمديه وناس الاعلام وكاع الاصدقاء اللي وقفوا بجنبك، وحنا دائما معاك هشام زريقة. الله يشافيك ويعافيك وترجع للاسره الفنيه قريبا ان شاء الله. السلام عليكم اخوتي الفنانه، معكم الفنان الكوميدي العايدي. اليوم كنا غنديروا اليد في اليد باش نساندوا هشام زريقة، لان عنده واحد المرض شويه خطير، وكيتوجب عليه انه يدير عمليه سريعه في اقرب وقت. فالله يخليكم، خصنا نتعاونوا معاه بالقليل او الكثير، فاللي عمل شي عمل الله سبحانه وتعالى غادي يجازي عليه. فهشام زريقة الان في حاله يرثى لها، فجميع الفنانه غنديروا اليد في اليد ونتعاونوا معاه بالقليل او الكثير، وان شاء الله باش ينوض لصحته ويقف على صحته ويبقى لبنيتاتو اللي هي رانيا واشواق، اللي معروفين بالاغاني ديالهم المريحه. وحنا خوت الفنانه كلنا يد وحده فيها خمسه ديال الاصابع، الا غدرت شي صبع واحد كنمرضوا كاملين. فلهذا كنساندوا بعضياتنا، لان ما كاينش اللي كيساند الفنان الا الفنان. وكنشكركم على تفهمكم، وغادي نخليو واحد الورقه ديالو ديال الكونت باش الاخوان اللي اي واحد قليل او كثير اللي في استطاعته انه يعاون هذا الفنان. والله سبحانه وتعالى راه غيجازيكم على كل قليله او كثيره. وتحيه لكم من اخوكم الفنان العايدي، وشكرا وتبارك الله عليكم وكنبغيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم الفنان طهور. أبدأ بهذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رسالتي لأخي وحبيبي سيدي هشام الصياد، أرجو الله من قلبي أن يشفيك يا أخي شفاء لا يغادر سقما. اللهم تعالى يطول عمرك ويخليك لوليداتك ويخليك لأسرتك، وكذلك يخليك لأسرتك الفنية. انا من قلبي اقول لك دير اعتقادك ان شاء الله في الله سبحانه الا هو، وانت انسان طيب، وغادي يكون ان شاء الله الى الخير. دعوتنا معك ان شاء الله بالشفاء العاجل يا ربي يا ربي. هذا طهور يحبك في الله. تحيه لك خويا سيدي هشام الصياد، بالشفاء ان شاء الله يا ربي، طهور باذن الله. تحيه لكم. هذا الفيديو درته للفنان زريقة، ما عمرنا تلاقينا جو بونس، كنا تلاقينا مره ولا جوج.
كنساندك اخويا وكندعي لك الله يشافيك يا ربي ان شاء الله غادي تتجاوز هذه المحنه وربي غادي ييسر لك الامور لان بين ولد الناس وبين كنتي كتساعد الناس وكتساعد الناس في ولكن ربي ما غاديش يخيبك اخويا. تحياتي معك اخوك الفنان امير علي الله يشافيك ويقعد الوساد اخويا وحنا في جنبك. صباح الخير ولا مساء الخير ما عرفتش بالضبط متى توصلوا بهذا الفيديو هذا. كنتمنى الشفاء العاجل سيدي هشام زريقة باش ترجع له الصحيحه ديالو ويرجع للاستوديو ويدور الحركه وترجع الخدمه كيف كانت وتدخل الزريقه. يا شحال زوينه ديك الزريقه. هذا استوديو حتى انا فيه دابا الان وكندير منه هذا الفيديو هذا. تبارك الله عليك. السلام عليكم خويا زريقه، معك صديقتك الفنانه الشعبيه زهره فرح. كنتمنوا لك الشفاء خويا وهالدعاء ليك ان شاء الله وكاع المسلمين كل من هو مريض نتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله. هالدعاء اللي كنتسنط ليه دابا الله يشفيك من عنده الله يداويك من عنده الله يقعد وسادك لوليداتك اخويا ويخليك لينا ويخليك للشعب المغربي ويخليك لوليداتك وان شاء الله نتمنوا لك الشفاء العاجل العاجل. ورحنا معاك اخويا وراك ديما في البال وراك ديما احنا كندعو معاك في الصلاه كندعو معاك والله يشافيك والله يداويك والله يشافيك والله يداويك الله يشافي من كل هو مريض ويداوي من كل هو مريض الشفاء ان شاء الله وغتكون لاباس بجاه الله ان شاء الله. معك زهرة فرح خويا السلام عليكم. خليت لك الرحمه امين امين. السلام عليكم خويا هشام زريقة خوك الستي عبد العزيز كيسلم عليك وتنطلب من الله سبحانه وتعالى يرفع عليك هذا البلاء وهذا الالام وترجع لوليداتك ان شاء الله ولوالديك وترجع لينا حتى حنا ورحنا معك اخويا في السراء والضراء. اخويا زريقة الله يشافيك تبارك الله عليك الله يجيب لك الشفاء. السلام عليكم الفنانة سلطانة احمد. كنوجه تحية كبيرة للفنان خويا هشام زريقة كنطلب من الله الشفاء العاجل يا ربي ويدوز المحنة ديالو ويدوز العملية بنجاح ان شاء الله ويعطيه طولة العمر ويحفظو لوليداته ويحفظو لينا وان شاء الله غادي تتجاوز المحنة ديالك وحنا كنتسناوك وراك خونا وعزيز علينا ويا ربي يعطيك طولة العمر ان شاء الله. السلام عليك خويا هشام زريقة، معك الفنان فاضل مزروعي. خويا اتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله وان تطلع لاهلك واصدقائك واحبابك ان شاء الله وما يكون عندك باس، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك والله يحفظك. خويا هشام زريقة كي داير؟ صافا بخير هاني كلشي مزيان عيدك مبارك سعيد وكل عام وانت بألف خير. خوك بالرياح كيتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي بالصحة والعافية وتعود للأسرة الفنية ان شاء الله عما قريب. هذا قدر الله والمؤمن مصاب خويا هشام واش غادي نقول لك؟ الله ينجيك والله يخليك لوليداتك والأسرة الأسرة الكريمة ان شاء الله. تبارك الله عليك. هذه تحية من خوك رشيد بالرياح. تبارك الله عليك خويا هشام زريقة الله يشافيك اخويا والله يعافيك. طلبوا ربي سبحانه ربنا على وشر الشفاء العاجل وتولي عند وليداتك ان شاء الله بصحة جيدة والشفاء العاجل الشفاء العاجل من عند خوك الفنان مصطفى البركاني. تحياتي اخويا هشام وربي يشافيك ان شاء الله. السلام عليكم، معكم الفنان الشعبي عبد الحق الجوكر. بغيت نقول خويا هشام الله يشافيك والله يخليك لوليداتك، راك خويا وعزيز عليا وانت كدير الخير مع كل شيء وانا اول واحد درت معاه الخير وبزاف شحال من مره وانا ولي عشت معاك فاش عرفت هذا المرض وشفت هذاك الصبر اللي عطاك الله وهذيك القوه وراك ولد الناس وربي غيكون معاك والله يخليك لوليداتك اخويا هشام. السلام اخويا هشام زريقة الفنان والاخ والصديق ديالنا. كنتمنوا لك الشفاء العاجل ان شاء الله وربي يخفف عليك ما نزال وترجع لنا ان شاء الله بكامل صحتك وعافيتك وتستأنف المشوار ديالك الفني وحياتك الاسريه مع عائلتك ومع جمهورك ومع الفنانين الاخوان ديالك اللي كيحبوك وحنا رهن الاشاره. معك الفنانة صباح الشنا كنتمنى لك الشفاء العاجل يا ربي امين الله يحفظك اخويا. السلام عليكم الاخوان تبارك الله عليكم، معكم الفنان الشعبي عبد الكوموندو من مدينة بروكسل. خويا هشام زريقة
قلبنا معاك اخويا مضل كبيره المدرسه ديالنا، لان حنايا اول حاجه بدينا معاك في ديك المدرسه ديالك، بان حنا خرجنا من ديك المدرسه ديالك، وما كننساوش الخير ديالك ان شاء الله. يا ربي ربي غادي يشافيك وغادي تولي ان شاء الله عند وليداتك باحسن صحه ان شاء الله يا رب العالمين، وما يكون غير الخطر ديالك ان شاء الله يا ربي. وحنا معاك خويا هشام، حنا معاك اخويا، حنا متضامنين معاك حبيبي، يعني ماديا ولا فعلا ولا قوليا ولا اي حاجه في الدنيا، حنا معاك اخويا. هذا اول حاجه، انا ان شاء الله يا ربي انا معاك حبيبي حتى الموت، لان خيرك سابق. السلام عليكم. السلام عليكم اخواتي واخواني وحبايب قلبي الفنانين كاملين. كنتمنوا الشفاء العاجل الفنان هشام الزريقة، كنقول له الله يشافيك وسلامة قلبك، وان شاء الله بترجع لصحتك وبترجع لك عافيتك وبترجع لك قوتك كيف كنت قبل، وكيفاش كان عارفوك فنان قوي وفنان طيب. نتمنى لك الشفاء من كل قلبي، وغنتعاونوا ان شاء الله كاملين معاك على ود تدوز هذه المحنه وترجع للصحه ديالك والخدمه ديالك. رياض العمر كيحييك. واحد السلام عليكم، معكم خديجه اطلس. خويا هشام زريقة الله يشافيك خويا ويعافيك ويردك ان شاء الله الاسره ديالك الصغيره والاسره ديالك الكبيره، هي الاسره الفنيه، ويخليك لبنياتك، وان شاء الله احنا معك ماديا ومعنويا، وان شاء الله العمليه غتنجح وكل شيء غيفوت وغترجع كما كنتي. الله يشافيك ويشافي جميع مرضانا يا ربي. تحيه من عند اختك خديجه اطلس. ديال خويا وحبيبي هشام زريقة اللي كنطلبوا كامل الله سبحانه وتعالى يدوز من هذا المعنى، من هذا المرض، ان شاء الله يكون بخير وعلى خير. وانا من دوك الناس اللي كنحب هذا السيد هذا، وانا كندعمو باش ما بغى ما عندوش غرام ديال المشكل. من عند خوك عادي الميلودي لكاع الفنانه، نحاولوا نعاونوا هذا السيد هذا. الموت عليكم. السلام عليكم. هذا الفيديو درته خصيصا لخويا زريقة، كنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل، وربي ان شاء الله يعجل بشفائك ونشوفك في احسن حال وترجع احسن من اللي كنتي، وربي ان شاء الله يوفقك والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.